أكثر ما يرهق الطالب في وقتنا الحالي هو تكاليف السكن وصعوبة المواصلات، وهذا ما يهدد مسيرته التعليمية. افتتحت جامعة الشام العالمية يوم أمس سكن لطالباتها ضمن الجامعة من أجل التخفيف عن الطلاب أعباء السكن والمواصلات وأن تساعدهم على التفرغ للدراسة والتحصيل العلمي. خلونا نتابع مع بعض المادة التالية ونعود للحوار. بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. طبعا نشأ هذا السكن من حوالي 3 شهور ونص. طبعا كان خطوة كتير رائعة وممتازة بالنسبة للطالبات اللي تم استقطابهم من مناطق بعيدة مثل إدلب، مثل الباب، مثل عفرين، وكتير كان خطوة كانت مريحة بالنسبة للطلاب وأهل الطلاب، لأنه كان في مسافة طويلة وهذا الشيء كان يأثر عليهم كتير، وكان حتى ما يشعروا بالأمان بسبب الأحداث أو يعني الظروف اللي إحنا عم نعيشها. طبعا السكن هو عبارة عن 3 طوابق، الطابق الأول هو لمبيت الطالبات، الطابق الثاني نفس الكلام لبيت الطالبات، كل طابق فيه تقريبا 19 غرفة، الطابق الثالث بيشغل صالة للدراسة، صالة كبيرة وقاعة مطالعة اللي هي مكتبي ومصلى وغرف 3 كمان بحيث يجانا ضيوف أو شيء، وفي مطبخ خارجي وفي حمامات يعني مخدم من جميعها، من كهرباء، السكن مخدم من كهرباء، من مي، حتى مي سخنة دائما بالحمام، غسالات مشان غسيل البنات، مطبخ مشان يعني البنات إذا بدهن يطبخوا أو يعني يمارسوا حياتهم اليومية. فنطلب من الله تعالى أن يكافي أهل بورصة الذين قدموا لنا. أنا إحدى الطالبات القاطنين بالسكن الجامعي لجامعة الشام اللي افتتح هاي السنة. الحمد لله السكن كتير اختصر علي شغلات، أولاً اختصر علي وقت إنه أنا ساكن كتير بعيد عن الجامعة، يعني طريق أقل شيء 4 ساعات ونص لما حوصل، ف يعني من محسنات السكن شوي إنه اختصر علي وقت واختصر علي كمان مصروف كتير. الحمد لله رسوم السكن كتير قليلة، وحتى يعني كتير حبيت السكن وارتحت فيه، تعرفت على رفقاتي وبنات الكلية، يعني صار إنه الدراسة أحسن إلي هون. صراحة أنا بدي أحكي هلأ شوي الصعوبات اللي كنت بواجهها قبل ما يكون السكن. كانت صراحة كنا نواجه كتير صعوبات قبل ما يتم افتتاح هذا السكن، بسبب أنه يكون بعيد شوي عن المناطق اللي نحن نعيش فيها أو نسكن فيها، لبين ما نجي على الجامعة شوي تكون صعبة، فنضطر نتأخر على المحاضرات. السكن ممتاز، مخدم من كل شيء، هو يعني متوفر فيه الكهرباء، الماي، التدفئة المركزية. صراحة يعني حتى في إني بعض من البطاقات اللي يعطونا إياها بقيمة 80 ليرة أسبوعيا، يعني بيتم نحن بنشتري فيها حاجاتنا خلال هذا الأسبوع، كل أسبوع طبعا بيعطونا إياها. ولمعرفة تفاصيل أكثر حول الموضوع بيسعدني رحب بالأستاذ جاسم السيد، مدير قسم العلاقات العامة والإعلام في جامعة الشام. أهلا وسهلا فيك أستاذ جاسم، يسعد صباحك. يسعد صباحكم، صباح متابعي قناة حلب اليوم. في البداية مبارك لكم وللطالبات، طالبات جامعة الشام، على افتتاح السكن. ولو تخبرنا في البداية مين الراعي الأساسي لهذا المشروع؟ طبعا الراعي الأساسي للمشروع الجامعة بشكل عام والداعم الأساسي للجامعة هو منظمة الإيهاها. منذ بداية تأسيس الجامعة في نهاية عام 2015 أخذت الجامعة بالحسبان تأمين سكن للذكور والإناث في الجامعة. في المرحلة الأولى كان الأولوية هو لتأمين سكن الذكور، وفعلا منذ العام الدراسي الأول أمنت الجامعة السكن الجامعي للطلاب
وبطاقة استيعابية تقريبا حوالي 300 طالب. يعني السكن الجامعي ليس بجديد بجامعة الشام، لكن الجديد هذا العام هو إضافة كتلة خاصة بالذكور تتسع لحوالي 300 طالب، والآخر الجديد الآخر هو افتتاح سكن البنات. نعم أستاذ، لو تخبرنا شو هي الخدمات الموجودة ضمن السكن؟ طبعا الخدمات الأساسية هي كاملة موجودة، من تدفئة مركزية، كهرباء على مدار 24 ساعة. طبعا هناك بعض ليس بشكل دائم، توزيع كوبونات الطعام للطلاب المقيمين بالسكن، لكن هذا الأمر ليس بشكل متواصل. سابقا في السنوات السابقة كانت الجامعة تؤمن الطعام، 3 وجبات طعام في اليوم لطلاب المقيمين في الجامعة، لكن نتيجة تغير الظروف الاقتصادية بشكل عام، إن كان بالداخل السوري وإن كان حتى بتركيا، والداعم الرئيسي للجامعة هو منظمة الإيهاها، فتم تخفيض هذه الخدمة. نعم أستاذ جاسم، شو هي المعايير التي تم وضعها لقبول الطلاب في هذا السكن؟ المعيار الأساسي لقبول الطلاب هو البعد عن مركز الجامعة. الأولوية للإقامة في السكن الجامعي هي للطلاب الذين يأتون من أماكن بعيدة، لتوفير عليهم أولاً النفقات وثانياً الوقت. نعم، هناك رسوم للاشتراك، كم تبلغ هذه الرسوم؟ طبعا سابقا كان لا يوجد رسوم نهائيا. في هذا العام تم فرض رسوم على السكن الجديد حوالي 125 دولار، طبعا للعام الدراسي كاملا، مع تقديم الخدمات التي ذكرتها منذ قليل، وهي ان التدفئة المركزية على مدار الساعة، الكهرباء على مدار الساعة، معظم الخدمات الأساسية موجودة ضمن السكن الجامعي. نعم أستاذ، لو تحكي لنا عن المبنى وعن الغرف، كم الغرفة قديش مساحتها وكم طالب تستوعب؟ تقريبا الغرفة تتسع لثماني طلاب. طبعا ممكن يبين العدد أنه عدد كبير، أنه داخل غرفة واحدة 8 طلاب، لكن مع توفر الخدمات الثانية، نحن كما لاحظنا في التقرير هناك صالة للدراسة، هناك مطبخ، هناك مسجد، فالغرفة فقط للمنامة، أما باقي الأشياء التي ممكن أن يعملها الطالب فهي موجودة مؤمنة ضمن السكن الجامعي. طبعا سعر السكن الجديد كان للطلاب والطالبات حوالي 300 طالب للذكور وحوالي 300 طالب إناث، بالإضافة إلى وجود السكن احنا نسميه السكن القديم اللي هو مسبق الصنع، أيضا يتسع لحوالي 300 طالب، وهذا السكن أيضا رسومه مخفضة جدا مقارنة بالسكن الجديد. نعم، هل هناك نصاب محدد للطلاب الذين يستفيدون من السكن؟ إنه لكل كلية هناك نصاب؟ لا، ما في معيار بالنسبة للكليات. طبعا الأولوية دائما بالقبول، أيضا أنا لم أذكرها، هي طلاب الكليات العلمية، كون يحتاجون إلى دوام متواصل في الجامعة، وهذا الأمر قد يرهقهم إذا أتوا من أماكن بعيدة أو استأجروا خارج الجامعة. أيضا أنوه إلى نقطة، أن هناك طلاب أيضا دخلوا السكن بمنحة، وعددهم ليس بقليل، مثل طلاب كلية الهندسة الزراعية، طلاب كلية العلوم السياسية، هؤلاء دخلوا الجامعة بمنحة بالأساس، ومن ضمن المنحة هي السكن المجاني. ما هي الشروط التي يجب أن تلتزم بها الطالبة بما يخص السكن؟ طبعا هناك معايير عامة موجودة، وهناك نظام داخلي خاص في السكن. أكيد الناحية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية في الجامعة هي أولوية بالنسبة للطالب، أيضا محافظة على المكان، إقامة، يعني جامعة الشام معروفة خاصة في قسم أو
خلينا نسميه الجانب الخاص بالنساء، أن العلاقات بين الطالبات علاقات أخوية سابقا في الجامعة، المحافظة على هذه العلاقات، البعد عن المشاكل التي قد تحصل في أي سكن جامعي، وأركز على موضوع أنه النظام الداخلي الخاص بالسكن. نعم أستاذ جاسم، هل هناك خطة مستقبلية لزيادة عدد السكنات؟ أكيد أكيد هناك خطة. الجامعة الآن في طور التحول إلى المباني الإسمنتية. عندما تأسست الجامعة تأسست بمباني مسبقة الصنع نتيجة الحاجة الماسة في وقتها. الآن الجامعة بدأت منذ تقريبا العام الماضي بالانتقال إلى الخطة التالية، وهي تحويل المباني إلى مباني إسمنتية. بدأ المشروع بسكن الطالبات وسكن الطلاب، وهناك إن شاء الله خلال السنوات القادمة رح يكون في تطور كبير إن شاء الله بالبنية التحتية، ومن ضمنها السكن الجامعي للطلاب عموما إن كان ذكور وإن كان إناث. إن شاء الله. كل الشكر لحضرتك أستاذ جاسم على وجودك معنا اليوم، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم.